السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذا الاحتفال الخاص لنادينا المفضل الذي نعشقه، نادي الوداد البيضاوي العالمي. هذا الاحتفال اللي بمناسبة تمكن الوداد من الحصول على كأس العصبة. هذا الاحتفالات اللي جات نتيجة الحصول على كأس العصبة يوم الاثنين السابق، وهذا الانتصار اللي انتصر الوداد هو انتصار عن جدارة واستحقاق، بعدما ثارت العديد من الزوابع في العديد من البلدان في شأن التنظيم والبلد المنظم وغير ذلك. دائما والحمد لله تثار زوابع على الوداد، ولكن دائما الوداد حاضرنا بقوة، ديما وداد. وإن شاء الله والبطولة وكأس العرش إن شاء الله، ومزيد من الانتصارات إن شاء الله، ومزيد من الاحتفالات. جلالة الملك راعي الرياضة بامتياز، وكذلك لرئيس الفريق السيد سعيد الناصري، وكذلك المدرب الركراكي، وجميع لاعبي الوداد الذين قدموا الغالي والنفيس، والذين سحقوا أعلى الفرق في القارة الإفريقية من أجل التتويج بهذا اللقب. Thank you.